الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك: المرأة التي في الحداد وهي في بيت لوحدها، هل يجوز لها أن تطلب أغراضها من المحلات عن طريق التليفون مثلا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المرأة في المحادة في أحكامها كغير المحادة إلا فيما خصها به النص. المتقرر عند العلماء أن المرأة المحادة في أحكامها كغير المحادة إلا فيما خصها به النص، فلا يجوز لنا أن نمنع المرأة المعتدة من وفاة زوجها من شيء من الأشياء، لا من قول ولا من فعل، إلا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع، لأن المنع حكم شرعي، والأحكام تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يمنع المرأة من مخاطبة الرجال في بيع وشراء تحتاج له في شراء مطعم أو مشرب أو ملبس، بل ويجوز لها أن تخرج من بيت عدتها إذا كان خروجها مبناه على الضرورة أو الحاجة الملحة، وإنما تمنع من خروج التوسع والكمال فقط، وأما خروج الضرورة والحاجة فلا بأس به. وبناء على ذلك فإذا استطاعت أن تشتري الطعام وهي في بيتها بجهاز الهاتف فلا بأس عليها، وأما مخاطبة الرجال فليس من جملة ما تمنع منه المرأة المعتدة إذا كان ذلك في دائرة الضرورة أو الحاجة الملحة، والله أعلم.